بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم حلقه جديده من درع الوطن. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعيه والعسكريه ايدكس 2021. مشاهدينا الكرام، يشارك في المعرض حوالي 42 دوله من مختلف دول العالم يمثلون اكثر من 400 شركه عارضه. مشاهدينا الكرام، تفاصيل كثيره عن معرض ايدكس 2021 فعاليتنا النهارده من درع الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيدات والسادة ضيوف مصر الأجلاء، الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم اليوم جميعاً بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رجال القوات المسلحة ورجال الإنتاج الحربي في افتتاح المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية ايدكس 2021 على أرض مصر بلد الأمن والسلام. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الامتنان والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي ايدكس 21، والذي حرص من خلال انعقاده على أن يدرك العالم أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة للأمن والسلام وحصن الاستقرار للدول والشعوب. إن هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لعرض نظم التسليح ومنظومات الدفاع وأحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة، وخلق تجمع عسكري راقي يتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول في المجالات العسكرية ومجالات الإنتاج الحربي. فالواقع الحالي يؤكد أنه لابد للسلام من إمكانيات وقدرات تحميه وتؤمن استمراره، وهذا واقع ستلمسونه بأنفسكم ويشاهده العالم معكم، ويؤكد قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار. الحضور الكريم، إن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، وسعينا لامتلاك مقومات القوة ليس سعياً إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يمو بالصراعات، وإن من يمتلك فيه مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام. ونتطلع معكم نحو مستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التي تزيدنا إصراراً على المضي قدماً في تقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام من الدفاع عن مقدرات شعوبنا، مؤكداً بأن الشعب المصري وأبنائه من الجيش هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت، معتصماً بقوته ووحدته وسعياً لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا أو بالتعاون مع الأسرة الدولية. ولسوف يظل هذا الجيش حارساً وحامياً لهذا الوطن، محافظاً على أمنه واستقراره في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، وأنه ليس أمامنا من سبيل
إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدرتها للحفاظ جميعاً على حاضرنا ومستقبلنا. وفي نهاية كلمتي أتطلع معكم أن يكون المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية في مصر إيدكس 21 منصة للتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، سائلين وآملين من الله التوفيق والسداد. حفظ الله مصر وجيشها وشعوبكم وبلادكم الأبية، والسلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، من داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع، الجناح المميز في معرض ايدكس 2021، يسعدنا يكون معانا سيد الفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. اهلا بك يا فندم، ومبروك النجاح المبهر لايدكس 21. الله يبارك فيك، مبروك لينا كلنا ومبروك لمصر هذا التنظيم وهذا المعرض وهذا الحجم من الإقبال عليه وهذا الحجم من المشاركة فيه. دايما جناح الهيئة العربية للتصنيع يا فندم مميز في المعارضات، أهم المعارضات الجديدة اللي بتخدم العملية العسكرية والدفاعية. الحمد لله جناح الهيئة العربية للتصنيع في ايدكس 21 في معروضات جديدة من حيث الطائرات، زي ما انت شايف كده طائرات التدريب اللي تعمل داخل الخدمة بالقوات الجوية، وأيضا في طائرات الموجهة بدون طيار لصالح التدريب العناصر الدفاع الجوي، والطائرة الأتون الموجهة بدون طيار لأغراض الاستطلاع، وزي ما انت شايف أيضا مراكز القيادة والسيطرة الآلية على وحدات النيران وإدارة النيران، ومركز تحكم في المجال والسيطرة على المجال الجوي المصري. كل دي منتجات كلها جديدة، بالإضافة إلى شيء مهم جدا هو مركز العمرة الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، وده المركز ده مركز حديث، وده بيسع لعدد كبير من الطائرات، وفي نفس الوقت يقدر يقدم الخدمة الفنية والصيانة والعمرات. الصيانة بعد البيع يا فندم. طبعا ما هو في وقت الصيانات والعمرات المختلفة ده شيء طبيعي. كان بديل ان احنا نصفر الطيارة او نصفر المحرك او نصفر قطعة الغيار للخارج، العنصر البشري كمان معايا عشان وطبعا العنصر البشري شيء اساسي فيها، فده النهارده المركز ده يستطيع تقديم الخدمة الفنية من عمرة ومن عمرات وصيانات عميقة لجميع انواع الطائرات الهليكوبتر. ده بيستدعي طبعا تجهيزات فنية متقدمة جدا، وبيستدعي ايضا اعتماد من الشركات العالمية اللي بتعمل في صناعة الطائرات، ومحتاج عمالة فنية ماهرة مدربة ومعتمدة، يعني معتمد العامل ده يشتغل على الطراز ده او على المحرك ده لازم ياخذ الاعتماد. ست فريق الطراز، هل في يعني مذكرات تفاهم وتعاون بيننا وبين الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض؟ المعرض شاهد الحقيقة فعاليات كثيرة في الوفود الرسمية، سواء وفود عربية أو وفود أفريقية أو وفود من إنجلترا. احنا استقبلنا وفود من إنجلترا ومن فرنسا ومن بلغاريا ومن البرتغال ومن دول كثيرة، يمكن مش مذكر، لكن من دول عديدة جدا، بالإضافة للدول الأفريقية كم كبير جدا، ودول الشقيقة من السودان ومن الإمارات ومن السعودية، الحقيقة كم كبير جدا. الكل بيهدف إلى التعاون مع مصر، إلى مشاركة مع مصر، إلى التعرف على الإمكانيات الموجودة لدى مصر. التسويق يا فندم، تسويق منتجات الهيئة العربية للتصنيع، عاوز نطمن عليه. ما فيش أحسن من كده التسويق. الحمد لله. الاهتمام بالعنصر البشري سيادة الفريق داخل الهيئة العربية للتصنيع وداخل المصانع اللي موجودة، يعني في الإطار العام، في الإطار العام إن الدولة كلها مهتمة النهاردة بإعادة بناء الشخصية المصرية، ببناء القدرات زي ما بنقول بشكل آخر. احنا في برنامج الحقيقة برنامج كبير لإعادة تأهيل العمالة الفنية الماهرة على أحدث الآلات. النهاردة الآلات اختلفت، التقدم العلمي في خطوط الإنتاج بقى مذهل، وكله بيعتمد على أنظمة الحواسب والرقمنة الصناعية، وبالتالي لابد من إعادة تأهيل العمالة الفنية عشان تقدر تتعامل وتتواكب مع هذه المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى تأهيل القيادات اللي بيتم تصعيدها أو اختيارها أو اختبارها لصالح أنها تتولى قيادات وسطى أو قيادات عليا في المصانع. في برنامج حاليا معد بدقة للتأهيل ثم الاختبار والتقييم
وتحديد الصلاحية، هل يقدر يتولى أو لا. كلمة فندم أخيرة توجه لرجال الهلال العربية التصنيع النهاردة على المجهود المبذول داخل معرض إيدكس 2021. والله أنا أوجه لهم الحقيقة كل الشكر وكل التحية وكل التقدير على مجهودهم وعلى منتجاتهم وعلى دقتهم في صناعتهم وعلى إخلاصهم في عملهم، ووجه التحية والتقدير لكل من شارك وشارك في إعداد هذا المعرض بشكله الكامل والجناح المصري بشكل خاص. أنا بشكرك يا فندم والتوفيق يا فندم. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، من داخل جناح وزاره الانتاج الحربي وبالتحديد مصنع 300 الحربي، يسعدنا يكون معانا سيد اللواء مهندس طارق عزت رئيس مجلس اداره مصنع 300 الحربي. اهلا بيك يا فندم ومبروك النهارده لافتتاحات معرض ايدكس 2021. اهلا وسهلا يا فندم بسيادتك وبالساده المشاهدين، ومبروك لمصر كلها على هذا الافتتاح الجميل والمتميز بصراحه. يعني سيد اللواء طارق، قول لي بقى اهم معروضات مصنع 300 الحربي ايه النهارده؟ هو مصنع 300 الحربي النهارده يمكن في منتجات جديدة دخل بيها، في زي الرشاش المتعدد الأغراض 67x51 بعد استكماله تماما وبعد إنهائه بالكامل وبدء الإنتاج الكمي بيه، وده صرح بصراحة ممتاز جدا في صرح أنواع الأسلحة الموجودة حتى في التسليح بتاعة الدول العالمية والجيوش العالمية. في منتج قذف القنابل السداسي، وده لسه منتج جديد أول مرة ينتج وأول مرة ينزل النهاردة في المعرض، قذف القنابل السداسي عيار 40 ملم. وفي آخر حاجة تطوير البندقية الآلية بتغيير بعض أجزاء منها وتحويلها إلى أو صنعناها من سبائك أخرى ومعادن أخرى بحيث بنخف وزنها، بنديها فرايتز للاستخدامات، بتريح الجند المقاتل، بترفع معنوياته. كل الكلام ده إن شاء الله موجود في البندقية الآلية المطورة واللي نزلت اتعرضت في المعرض ده إن شاء الله. هل ست اللواء طارق إن شاء الله على هامش فعاليات المعرض في مذكرات تفاهم أو في تبادل خبرات بينه وبين الشركات والدول الشريكة والعريضة هنا في المعرض؟ أعتقد مذكرات تفاهم والعقود والحاجات دي بتتم في آخر أو يتم الإعلان عنها في آخر فعاليات المعرض بعد نهاية المعرض أو في آخر يوم، وبيتم إيه هي مذكرات التفاهم اللي تم عملها أو تم إجراءها. إحنا لسه في لقاءات هتحدث ويمكن اللقاءات دي تم جدولتها وليها مواعيد مع السادة المسؤولين في وزارة الإنتاج الحربي، وأعتقد هتبدأ تعلن في حينه وفي آخر يوم يعني المعرض. توقعاتك يا فندم، ممكن الدول الشقيقة والصديقة اللي مشاركة في المعرض ممكن تتعاقد معنا على إيه؟ لا، هو الحاجات موجوده يعني الاصناف سواء اسلحه او ذخائر احنا متفردين بيها يعني او معدات، هو كل الحاجه موجوده هنا. احنا بالنسبه لنا ده معرض، احنا بنعرض منتجاتنا، واهلا وسهلا بالذات بالدول الصديقه والشقيقه، اهلا وسهلا يجي يشوف المنتج بتاعنا. هو اعتقد ان المنتج احنا ما بنطلعش منتج الا لما يكون مضاهي تماما الاسواق العالميه والمواصفات كامله، بتكون مواصفات عياريه طبقا للقياسات العالميه. اخيرا نفدم خطه مصنع 300 الحربي لمزيد من التطوير والتحديث خاصه في الاسلحه الخفيفه. احنا ان شاء الله في عندنا افكار تانية، بس ما تم اعلانه اليوم في المعرض هو نتاج عام سابق بالكامل، عمل تماما ويمكن اكتر من عام، بدأنا في تطوير هذه الاصناف وتم اختبارها وتم اقرارها من الجهات البحثية المختلفة، واحنا ان شاء الله في المستقبل برضه هيبقى في خطه بحثيه اخرى عشان نطلع منتج جديد ونستخدمه مع القوات، وبعد كده هنعلن عنه باذن الله في حين. انا بشكرك يا شكرا. شكرا.
مش هي كرام من داخل جناح الشركة العربية العالمية للبصريات، أحد الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والجناح هنا يعني في أحدث الأجهزة الخاصة بالأسلحة الدفاعية والعسكرية. ومعانا المهندس محمد جلال عبد الحميد مدير التطوير المنتج بالشركة. أهلا بك يا فندم وتحياتي. شرفتونا يا فندم. أهلا وسهلا فندم. الله يشكرك. قول يا باشمهندس محمد، أهم المعروضات النهاردة في جناح الشركة العربية العالمية للبصريات. احنا طبعا كشركة عربية عالمية للبصريات متخصصين بداية حضرتك في تصميم وإنتاج الأنظمة الكهروبصرية سواء نهارية أو ليلية أو حرارية، بالإضافة إلى أنظمة إدارة النيران. عندنا تصميم بصري وتصميم ميكانيكي وتصميم إلكتروني بالإضافة للسوفت وير. طبعا حضرتك احنا عارضين السنة دي في معرض إليكس كل ما هو جديد الشركة عملته. طبعا في عندنا لسته كبيره قوي قوي من المنتجات، تمام، سواء بالديزاين بتاعنا او بالتعاون مع شركات كبريات الشركات العالميه في نفس المجال. باشمهندس محمد، شركه البصريات اكيد يعني متخصصه ومتفرده في انظمه البصريات الليلية والنهارية الخاصة بالقوات المسلحة. تمام حضرتك، احنا يمكن الشركة الوحيدة حضرتك في على مستوى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، الشرق الأوسط كذلك في هذا المجال اللي هو ما يسمى بالإلكترو أوبتكس ديزاين. تمام. قول لي بقى التطوير والتحديث، وانت خاص بتطوير المنتج، ازاي بتطور المنتج اللي موجود او بتدخل منتج جديد يخدم العمليات العسكرية؟ طبعا هو رقم واحد بالنسبة لنا حضرتك متطلبات العميل. طبعا بنبدأ من هذه النقطة، احنا عندنا اتصال مباشر حضرتك مع قواتنا المسلحة بكافة افرعها، بنبدأ حضرتك نتلقى طلبات العملاء وبناء على هذا بنحول هذه الطلبات الى تصميمات. طبعا التصميمات دي بتمر بالعديد من المراحل، المرحلة الأولانية اللي هي الفكرة، ثم المرحلة الثانية اللي هي تنفيذ العينة نفسها، بالإضافة إلى إجراء جميع الاختبارات اللي تضمن إن هي مطابقتها للمواصفات العسكرية سواء اختبارات معملية أو اختبارات بيئية، بالإضافة لاختبارات الرماية الميدانية. باشمهندس محمد، خلال أيام المعرض هل في تسويق مذكرة تفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات اللي بتعرض هنا في المعرض؟ طبعا حضرتك يعني يمكن حصل مذكرة تفاهم مع شركة تالس الفرنسية، تمام، وإن شاء الله بإذن الله تعالى من بداية السنة القادمة إن شاء الله عندنا نوعين من المنتجات إن شاء الله هنتم إنتاجهم في الشركة العربية للمصريات بنسبة تصنيع 100% ونقل التكنولوجيا أيضا، بالإضافة إلى أحد الشركات اللي هي العاملة الأسبانية اللي هي بتعمل في مجال أنظمة الاشتباك والتحكم عن بعد. كلمة سألتك عن التصدير للخارج مع الدول الصديقة والشقيقة. تمام. والله يا فندم احنا عندنا الحمد لله سابق خبرة كبير في هذا الكلام، سواء لدول أفريقية أو دول عربية الشقيقة مثل الإمارات، وإن شاء الله بنطمع إن شاء الله من خلال هذه العام إن في إن شاء الله كان جم مندوبين من أحد من شركات بردك العربية والأفريقية، وإن شاء الله يكون بعد إيدكس انتهاء فعاليات إن شاء الله هيتم إن شاء الله التواصل معهم لتفعيل ما تم الاتفاق عليه. أنا بشكرك بشكرك. أنا شكري يا فندم. ألف شرفتونا. مشاهدي الكرام، ما زلنا داخل أجنحة وأروقة معرض إيدكس 2021، ومعانا دكتور كريم حمزة. أهلا بك يا فندم وكل سنة طيب. والصحة والسلامة يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. ربنا يخليك. قول لي بقى الشركة متخصصة في إيه؟ إحنا شركة ناشونال سيستم، هي شركة مصرية وطنية، إحنا متخصصين في الحاجات الريليتد بالسايبر سيكيورتي أو أمن المعلومات وأنظمة المراقبة المتخصصة اللي فيها تحليل بيانات ذكية أو artificial intelligence، ومتخصصين في الانتري درون سيستم. كناشونال سيستم كان هدفنا المشاركه في المعرض ده، احنا اول مره نشارك فيه. مشاركتوش 18؟ 18 ما كانش لينا الحظ، بس احنا لقينا يعني ان توجه الدوله هو دعم لهذا الزخم الاعلامي. طبعا حاجه تشرف جدا ان مصر يبقى ليها
عدد المجهود الكبير اللي تم ده وعدد الشركات المشاركة، بالذات ان احنا كنا بنحضر مؤتمرات كتيرة مشابهة بره، فكنا فرحانين جدا ان الكلام ده يتنقل، فحبينا ان احنا نشارك هنا في المعرض بحيث برضو ان يبان ان في شركات مصرية متخصصة حتى في القطاع الخاص بتدعم سياسة الامن والدفاع في الدولة وبتدعم الاستراتيجية للدولة، وبنحاول نجتذب احدث التكنولوجيات اللي موجودة في العالم اللي ممكن نفيد بيها هنا السوق المحلي او السوق الاقليمي، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا الشركين المشاركين في المعرض دكتور كريم. تمام. احنا دي من نعتبر من الشركات المتخصصه في القطاع الخاص بتدعم المنظومات الدفاعيه هنا في مصر ان شاء الله. قول لي بقى التعاون بينك وبين الشركات المثيله في دول العالم والدول الصديقه والشقيقه المجاوره معانا يعني. تمام. احنا بنتعامل مع عدة شركات خاصة في انجلترا، شركات متخصصة في انظمة المراقبة اللي بتستخدم حاجة اسمها الارتفيشال انتليجنس والفيس ريكوجنيشن اللي هي مستخدمة في تأمين المنظومات الأوروبية والأمريكية، وبرضو عندنا منظومة من ألمانيا متخصصة في السايبر سيكوريتي أو في أمن المعلومات، وعندنا منظومة تانية بتاعت الدرونز، دي منظومة أمريكاني برضو الأنتي درونز، مكافحة الأنظمة الطائرة أو بدون طيار، بس اللي هي اللي بتستخدم في العمليات الإرهابية مش اللي هي الطيارات المرتفعة. مش كويس دكتور كريم في هذا المجال؟ احنا الحمد لله احنا سابقين الفترة اللي فاتت بالذات في آخر 4 سنين، يعني الحمد لله الدولة المصرية قطعت شوط كويس قوي، التركيز على الانتاج العسكري وان احنا عندنا كفاءات خاصة بتطوير منظومة الدفاع والتأمين الخاص عندنا في السايبر سيكوريتي بقى فيه نشاط كبير. كنا ان احنا بنعمل المعرض لتاني مره، ده يعتبر اكبر معرض في العالم، انا حضرته قبل كده في ابو ظبي وحضرته في لندن، فده من المعارض الكبيره قوي على مستوى العالم في الامن وفي الدفاع، كون ان يشارك مع حضرتك اكتر من 40 دوله في تاني جوله ده يعتبر انجاز في حد ذاته. احنا قابلنا سياده الرئيس النهارده، يعني احنا كنا فرحانين بعدد الناس والسفراء والوزراء، يعني اكتر من 40 وزير دفاع على مستوى العالم كانوا موجودين، فهي حاجه اكتر من مشرفه بصراحه. انا بشكر الله، يبقى في تقدم على طول للدوله. شكرا جزيلا. اهلا بيكوا دايما عندنا على ارضنا ارض السلام، مصر القوية بشعبها وامنها وبجيشها رمز الالتزام. We'll be right back.
نحمي الشعوب لأن ده من حقنا. I'm